فريق البنك الأهلي صاحب ضيافة أيها الأحبة في كل مكان. في المركز الرابع عشر بيحتل المركز الـ14 بـ24 نقطة. يستقبل فريق بلدية المحلة صاحب المركز السادس عشر في جدول الترتيب وعنده 22 نقطة. المباراة بدأت من لحظات ويتواجد البنك الأهلي على يمين استاد السلام بزيو التقليدي القمصان البرتقالية. الشرطات السوداء من الجونة بعد ملاقاته لفريق الجونة على استاد خالد بشارة والتعادل 1-1. كان متأخر في النتيجة لكن استطاع محمد بسوني أن يدرك التعادل بعد ما كان التقدم للجونة عن طريق الظهير الأيسر بدخول وتواجد وحيد محسن وأحمد مجدي كهربا على حساب الثنائي ماجد هاني وموسى إفرايم. أدي تصويبة حسام أشرف كرة قوية بعد تهيئة جاءت من محمد عادل أمو من على قوس منطقة الجزاء. سدد حسام أشرف اصطدمت بمحمد فتحي حكم اللقاء محمود البنا ومع الدقيقة الثالثة يشهر البطاقة الصفراء. ذكر من بداية اللقاء للتحضير كان من محمد عادل أمو لحسام صوب ولكن كانت متجهة رايحة كانت هتنذر بخطورة على مرمى أحمد صبحي حارس مرمى فريق البنك الأهلي واللي بيخوض تاني لقاءاته هذا الموسم على مستوى بطولة دوري النيل. لكن اصطدمت زي ما شفنا في الإعادة بيد محمد فتحي لاعب الارتكاز واللي كان تحسبا لأي خداع وحيد محسن على التنفيذ. اتلعبت من وحيد كرة اصطدمت بالحائط اتجهت عند سعيد الصنبوري قبل تدخل أحمد صبحي يبعد الكرة ويحولها إلى ركلة ركنية. بيتكلم أحمد الخمسة متواجد بالقرب من منطقة الجزاء منذ 3 دقائق بعد ما تحصل على خطأ نتيجة لمسة يد كانت على محمد فتحي نقاط يضيفهم لرصيده وبيحرم المنافس من 3 نقاط. ادي كرة اتلعبت خطيرة ليعقوب داخل منطقة الجزاء. اولى محاولات البنك الاهلي مع الدقيقة 7 ردا على محاولة حسام اشرف ووحيد محسن من كرة كانت مسددة على حدود منطقة الجزاء. شوف أسامة فيصل التحضير كرة عرضية بتصطدم ترجع تاني لسه في خطورة مع وجود أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء ترتد للوسط. محاولة التمرير من حسام أشرف إلى زاوية بينما هدف فريق البنك الأهلي اللي كان سجل وهو الهدف الوحيد جاء عن طريق محمد محمود. كرة عرضية من أسامة فيصل ليو النور واحدة من الكرات العرضية الخطيرة الأولى في اليسار لمحمد عادل أمو لكن طولت وطلعت إلى رمي التماس. شوف الكرة فارق نقطتين لصالح البنك الأهلي لكنه فريق الضيف وأعتقد ربما يكون ضيف ثقيل في لقاء اليوم على حساب فريق البنك الأهلي. ربما نشاهد دخول أسامة فيصل يتوغل كرة عرضية خطيرة جدا اتلعبت في الجانب الأيمن. أحمد النادري انتشار جيد من لاعبي فريق البنك الأهلي راحت لباسيوني استلام مع التصويبة بالقدم اليسرى رغم الضغط اللي كان موجود عليه في الكرة اللي فاتت من السيد عوض زياد على فوق المرمى وتغطية عن طريق السيد عوض زياد. بدأ فريق البنك الأهلي يستلم الكرة في وسط الملعب و يمتلك زمام الامور. كرة لعبت الى بسيوني تحضير في منتهى الخطورة لولا احمد العش لسكنت في العش ولكن احمد العش يتدخل ويبعد الكرة برأسه كانت متجهة الى عش الزوجية ما بين كرة القدم والشباك اكيد كانت راح تسكن الساحرة المستديرة في المكان المحبب لها وفي المكان المفضل من محمد بسوني وجاي من ورا لقدام هارب من رقابة المدافعين. احمد العش انقاذ رائع في نقطة تحول قد تكون من نقاط التحول في اللقاء في حال اذا خرج اليوم فريق بلدية المحلة بنتيجة طردي. بيدي تعليمات وتوجيهات للاعبي بنك الاهلي بدأ يسيطر ويصل الى مرمى احمد حسين لكن الكرة لم تسكن الشباك بعد لعبت ورأسية على مرتين يمسك احمد حسين من عرضية بعد ما جت من ركنية لعبت من على يمين حارس المرمى وحيد محسن في اليمين احمد مجدي كهربا لعرضية جميلة في اتجاه ينوك حسام اشرف يرجع الكرة في الخلف مؤمن راضي اعتمد على السيد عوض زياد الاثنين اعتمدوا على بعض مين يوصل الكرة قاطع تخدم محمد فتحي يلمسها تتجه في اليمين أسامة فيصل ينطلق استني تحرك بسيوني جاله بسيوني عايز يعمل الاوفرلاب لكن مد بسرعة يعيد الكرة تاني لاعبي فريق البنك الأهلي سيمبوري
هلال وتصويبة من هلال. روى محمد يا هلال. مع الدقيقة 19 فريق البنك الأهلي يتقدم عن طريق محمد هلال بأريحية، صوب ويسدد وفي المرمى يغرد بهدف جميل من تصويبة بكل أريحية. سدد لا توجد أي مضايقة. نادية المحلة أحمد حسين لا حول له ولا قوة. استلم تحرك ياو النور، خدع كل العيون لما اتجه ياو النور ودخل لمنطقة الجزاء. مفيش حد ضغط على محمد هلال اللي بيستطلع رؤية الهدف الأول، وبالفعل رؤية ناجحة واستطلاع واستكشاف ناجح. كرة تسكن من الفرق اللي تشعر وكانت تكيفت على مثل هذه الأجواء. كرة لعبت عرضية، أحمد مجدي كهربا كان هيخدع حارس المرمى عن أقرب منافسيه. كرة ثابتة لصالح فريق بلدية المحلة. سيد عوض زياد لعبت عالية داخل منطقة الجزاء. ممتاز أحمد صبحي، مسك الكرة يبدأ وبسرعة عند ياو النور. استلام جيد، اتجه بالكرة في اليمين مع التحرك يعقوب ومع التواجد هلال. كرة لعبت على حدود منطقة الجزاء. عاد بنجامين إينوك استخلص، يعيد الكرة في الخلف، خد أسامة فيصل وتقدم، تتلعب إلى يعقوبه مع تواجد ياو النور. خطيرة ياو النور، صوب مطلوب منه سيد عوض زياد. كرة مقطوعة لباسيوني ينطلق يمر. شوف فارق السرعة ما بينه وبين السيد عوض زياد لصالح باسيوني. كرة وصلت عند أسامة فيصل إلى باسيوني من جديد. استلام وسط دفاعات فريق بلدية المحلة. خطيرة مش ممكن. محمد هلال، محمد هلال كان هيسجل هدف جميل. لا توجد أي خطورة. هجوم بلدية المحلة في الشوط الأول بلا مخالب وبلا أنياب. شوط أول ينتهي بعد 45 دقيقة وبينه وبين سعيد السنبوري ولاعب ياو النور الذي صنع المساحة فسدد وأطلق العنان لقدم اليسرى لتبوح بالسر أول من أسرار. نتابع محاولة لفريق البنك الأهلي. عاصم صلاح، يعقوبو في الجهة اليسرى، محاولة لكرة عرضية اتلعبت خطيرة، كرة الهدف الثاني. محمد باسيوني كالعادة يخترق دفاعات فريق بلدية المحلة، يكلل مجهوده بضربة رأسية جميلة يسكنها في الشباك، يعلن عن ثاني الأهداف مع الدقيقة 53 وحتى ثابتة. يحرك الشباك برأسية بكرة هدف ثاني، أصبحت النتيجة 2 مقابل لا شيء بدون رقابة. كرة عدت إلى داخل أروقة منطقة الجزاء. وسط حراسة دفاعية غائبة اكتفت بالمشاهدة والفرجة لرأس باسيوني وهي تعتلي وتستجيب لعرضية يعقوب يسكن في الشباك، يعلن عن ثاني فرحة قربه من الحصول على 3 نقاط. ياو النور يتقدم. ياو النور لعبت عادت إلى ياو النور، صوب بعد ما رجع كريم بامبو هداف الفريق بتسجيله لسبع اهداف. كرة رجعت بطريق الخطأ، راحت إلى ياو النور. مش ممكن ياو النور، خطأ مشترك ما بين، لكن مشي بالكرة وتأخر يوسف حسن، اتقطعت منه راحت إلى أسامة يقترب من الثالث، ولكن تصدي أحمد العش من داخل منطقة الجزاء ما زالت موجودة. كرة الثانية دايما من نصيب فريق البنك الأهلي. لحسن في الأسبوع 28 يستضيف في إنبي يوم السبت القادم. كرة لعبت إلى أسامة فيصل يضع الهدف الثالث. أسامة فيصل يوقع على الهدف الثالث بكل سهولة في الدقيقة 72 من أحداث المباراة. في الدقيقة 72 من أحداث المباراة، فرحة أسامة فيصل وبطريقة أكثر من ممتازة زملائه بأنه خلاص اقترب من الثلاث نقاط ورفع الرصيد إلى النقطة رقم 27. استلام رائع، كرة جريندو اتلعبت بالماس، تفوق على هشام حافظ، حافظ على كرته واقترب من المرمى ويضعها بباطن القدم جميل على يسار حارس المرمى أحمد حسين اللي حاول ولكنه فشل في التصدي في كرة صعبة. اللقاء حاول للتقدم أحمد عثمان من فريق بلدية المحلة لكرة عرضية في اتجاه الزمان نور الزمان. رأسية راحت تسجيله لخمس أهداف حتى الآن. يعقوبو مدبولي من المكان المفضل، يعقوبو مدبولي وكرة الهدف الرابع. جريندو يوقع على الرباعية في الدقيقة 86. جريندو من بين دفاعات فريق بلدية المحلة
يعمق جراح بلدية المحلة. رباعية برتقالية، مدبولي سدد، أحمد العش حاول بالإبعاد والتصدي والإنقاذ، نور الزمان الزموري لم يفلح في الإنقاذ، وأحمد حسين حارس المرمى لا حول له ولا قوة في مواجهة هجوم شرس لفريق البنك الأهلي اللي بيصل بهدف رابع المملكة المغربية والتألق مع أكثر من فريق في الدوري المغربي للمحترفين. ركنية لصالح فريق البنك الأهلي، الخماسية، مش ممكن هدف خامس حتى أنت يا أحمد يعش، هدف خامس يسجل في مرمى أحمد حسين، أصبحت النتيجة 5-0. هل العش ولا كهربا في الأخير من ركنية لعبت والكرة اصطدمت وسكنت الشباك عن طريق أحمد مجدي كهربا، حاول يبعدها لكن اصطدمت بقدمه وسكنت على يمين حارس المرمى أحمد حسين لتصبح النتيجة خروج للإصابة. مرورا بسعيد سومبوري وحتى ياو النور وكذلك يعقوب، ولكن في هذه الأثناء